نجي الآن للمسلز اوف ارم اند شولدر. اول حاجه بيكون عندنا اللي هو الدلتويد. الدلتويد يغطي شويه من الشولدر وشويه من الارم. هذا بيكون الدلتويد. هذا الدلتويد مسل. نشيله ونبدا نشوف الارم مسلز. الارم مسلز فيها انتيرير وبوستيرير. انتيرير بيكون فيها عضلتين، بوستيرير بيكون فيها عضله واحده. العضلتين الموجوده في الانتيرير بتكون البايسبس بركاي هنا، وتحتها بريكياليس. هذا بريكياليس يصير بايسبس بركاي، نشيلها يطلع لنا بريكياليس. نشوف البوستيرير، البوستيرير بيكون عندها ترايسبس بركاي. هاي ترايسبس بركاي كلهم الاثنين، ترايسبس بركاي، ترايسبس بركاي، بايسبس بركاي وبركيالس. طيب نشوف الآن السكابيولا، المسلز اللي موجودة في السكابيولا. طبعا المسلز اللي موجودة في السكابيولا سميناها بناء على مكانها ومكان الفصل اللي هي موجودة فيه. فبيكون عندنا 3 مسلز اسمائهم معروفة: سبرا سباينوتس مسل، انفرا سباينوتس مسل، وسب سكابيولاريس مسل. سبرا سباينوتس مسل، انفرا سباينوتس مسل، سب سكابيولاريس مسل. هذه سميناها بناء على الفصة اللي هي موجودة فيه. عندنا 2 muscles موجودة باقية غير ذكرناها، واحدة موجودة في الجدول واحدة ما هي موجودة في الجدول، لكن خلينا نذكر الاثنين عشان نعرف الفرق بينهم. اللي هي الترز، بيكون عندنا major وminor. هذه الميجر كبيرة اللي موجودة هنا 9، وثمانية بتكون الماينر. نراجعها بشكل سريع. بيكون عندنا supraspinatus muscle، infraspinatus muscle، ترز ماينر، ترز ميجر، و سبسكابيولاريس مسل.